أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خسيا وهو عسير. ولقد زينا السماء الدنيا بما سبيها وجلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب الصعير. إن وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ. كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نجل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بجنبهم فاسوقا لي أصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور. أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حسيبا فستعلمون كيف نذير. ولقد زينا السماء الدنيا ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن
జల్ల జీవు అజుల్లుల్లకుం యనుసురుకుం మిందు నిర్రహుమాన్ ఇనిల్ కాఫిరీనా ఇల్లా ఫీ గురు అమ్మన్ హజల్ల జీయర్జుకుకుం ఇనియమ్ సాకారిజ్ కోహు బల్లజు పియుతుయు అనుపు అపమయ్యం షీ ముకీబన్ అలా వజహీ యాదా అమ్మయ్యం షీ సయ్యేయన్ అలా సిరాతిం ముస్తఖీం قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي جراكم في الأرض وإليه تحشرون وَيَأْكُلُونَ مَا تَهَاجَلَ وَدُّوا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا